كل محترفين النادي كان في وقت الازمه الماليه اه انهم اه ما لا ما انا مش عارف هو طبعا مش الازمه ازاي الماليه اللي حصلت والحجز على الارصده اكيد والحاجات دي اللي كانت تسببت اكيد يعني اكيد ان طبعا الناس فيها. ما يبقوش موجودين. وطبعا احنا كملنا الدور الاول والترتيب، وان شاء الله اخر ماتشين هم الاتحاد والاهلي، وبعد كده هيبقى في مستوى اول ومستوى تاني. احنا طبعا ضامنين ان شاء الله في المستوى الاول، هم الاربعه الاوائل يعني، هيحصل فيه قرعه. مين هيلعب مين يعني غير السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت تفتكر الاول كان بيلعب الثامن والثاني بيلعب السابع وهكذا. لا السنه دي لا، مختلفه شويه. صنفوا اللي هم الاربعه الاوائل هيبقى مستوى اول، والاربعه اللي هم الخامس لحد الثامن مستوى ثاني، ويحصل قرعه مين هيلاعب مين على نظام بقى البلاي اوف، وبعد كده يبقوا الاربعه السوبر هيلعبوا الدور النهائي. طيب حتى اتفضلي. لا كمل حضرتك. حتى الماتشين اللي جايين بتاع الاتحاد والاهلي دول برضو مش ما لهمش تحصيل قيمه. حاصل يعني اه احنا اوريدي ضمنا التاهل ان شاء الله ان شاء الله. طيب فارق قد ايه وجود مدير فني زي كابتن شريف الشمالي على راس القياده الفنيه؟ طبعا فارق كتير جدا وجود الكابتن شريف ده راجل ونزوله الحمد لله على طبعاً. على الخط. حضرتك عارف طبعا انه كان من المدرجات والحمد لله أيوة. دلوقتي على كان الخط برضه يعني. مشكله الكارنيه وان هو يطلع كارنيه، واخيرا انا سمعت انه طلعوا له كارنيه مؤقت، ودي حاجه تبقى كويسه جدا طبعا. كويسه جدا جدا يعني. ها. طبعا الكابتن شريف ده راجل، ده محاضر دولي وصديق شخصي بالنسبه لي، بحبه جدا وراجل فنيا عالي جدا. صحيح. واكيد اكيد وجوده عمل فارق كبير يعني. شفت مباراة الاهلي الاولى ازاي؟ لان انا برضو وقتها يا كابتن ومش عايزه الناس تزعل مني، انا وقتها قلت يعني حتى هما لعبوا المباراة التانية احلى، برغم ان كان رضا مش موجود، غالبا فتحي مش موجود، مفيش محترفين، ولكن كنت حاسس ان في روح اكتر غير المباراة الاولى. المباراة الأولى أنا قلت حتى لو رضا اتصاب وطلع بره، حتى لو مفيش محترفين، حتى لو، لكن مش بالسهولة دي. الزمالك بيخسر 3-0 بالأريحية دي، وفجأة في شوط تاني النتيجة لما حضرتك عارف كنا كسبانين، وبعدين الأهلي رجع في الشوط وكسب، فيمكن دي كانت نقطة فاصلة في المباراة. اللعيبة بعدها وقعت نفسيا في الشوط التالت.